طيب محمود، هل في منصات معينة بتقدم كورسز للمواهب؟ يعني مثلا كورس يكون للناس اللي مهتمة بالموسيقى أو بالرسم أو الحاجات دي ولا لأ؟ هو في بس ما بتبقاش كتيره قوي. هو يعني اي مواقع من المواقع اللي هي المنصات الاونلاين ديت بتقدم كورسات مثلا اللي هم طلبه فنون اللي هم بيبقوا مهتمين اكتر بالرسم والحاجات دي، بس بتبقى عددها قليل وفي نفس الوقت بتبقى غاليه شويه لان ما لهاش خالص فيه.